في هذه الحياة ستصادف نوعيات مختلفة من البشر، فهناك بشر يريدون منك ولا يريدونك أنت، وبشر يريدونك أنت ولا يريدون منك. بشر يحبونك حسب مصالحهم أو في أوقات فراغهم، وبشر مصلحتهم في سعادتك ولهذا يتفرغون لمحبتك. نفس الأحرف والكلمات تقريبا، ولكنها ليست نفس النوايا ولا الأفعال ولا النتائج. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل. النهاردة في تفاصيل عندنا أكتر من فقرة. فقرتنا الأولى هتكون من شبرا الخيمة محافظة الأليوبية، واللي هنعرض فيها لحضراتكم مشكلة زوج تجرع مرارة الغربة عن بلده من أجل قوت وتوفير حياة أفضل لأسرته، ولكن زوجته كانت له بالمرصاد وقسمت ظهره بخيانتها له لمدة 12 سنة. فقرتنا التانية هنستكمل فيها مسيرة الخير مع مؤسسة نبض الحياة الخيرية في توصيل المياه للكرة الأكثر احتياجا. دلوقتي خلونا نطلع نشوف تقريرنا الأول مع محمد من شبرا، ونرجع لكم مرة تانية. ابقوا معنا. اللي سافر وساب مراته وهي عارفة ان هي معاشرة واحد تاني وعلى علاقة بواحد تاني، ها؟ وسافر عشان ارباحه السنوية وعشان هيترقى والترقية هتجيب له 27,000 جنيه في الشهر. حتى لو انت وصل لك ان انا كنت بكلم واحد غيرك، مع العلم بان انت عارف ان الشخص دوت هو اللي كان بيجري يجيب اللبن لابنك عند ابويا، مع العلم بانك عارف ان دوت جارنا من واحنا اطفال. الاطفال دي مصيرها ايه؟ لما يكبروا ويعيشوا حياتهم بيتعايروا ان هم اولاد حرام. انت اصلا مش راجل. البس طرحه، البس طرحه. انا ما كانش قدامي غير كده، ما ينفعش اعرف اللي عرفته واعمل حاجه تانيه غير كده. والله انا باذيكم، محدش بيأذيكم غير اللي انتوا عايشين معاهم. انت مفكر نفسك بتدور عليا وعايز تمسكني؟ والله العظيم ما هتمسكني، لان انت اللي مكتوب على جبينك الديوس. سير الحق هيبان يا محمد زهيدي. نزلت بكامل التفاصيل في شبرا الخيمة. نزلت علشان أمر انتشر جدا على السوشيال ميديا لزوج. زوج عاش عمره كله مخدوع مع زوجته، خلف 3 أطفال. المهم الخلاف وصل اللي إن شد في لفت نظر في مشدة تانية، إلا إنه بدأت ناس تحاوطه برسائل على موبايله بتقوله إن مراتك بتخونك. الراجل ما استجابش بالسهل، إلا لما لقى الرسائل بتزيد جدا بدأ يواجهها مرة واتنين، ما لقاش رد فعل يرضي نفسه أو يخليه يسامح وما يشكش. إلا إن وصل الأمر إنه تتبع الرسائل دي، عارف إن المواضيع اللي بتجيله في الرسائل دي حقيقية وإن أهم مدانة فعلا. موقفتش الكارثة لخيانة الزوجة بس، لا، حلل لولاده التلاتة ما لقاش ولا واحد ابنه. تعالوا نطلع نشوف الضحية، لأن في الوقت ده بيصبح الراجل هنا الضحية ونواسيه في مصيبته. مش عارفة هقول له إيه، بس كل اللي هقوله حسبي الله ونعم الوكيل. ممكن يكون أستاذ محمد السادة المشاهدين شافوا كتير جدا، لأن قضيته تفاعل معها الرأي العام جدا. ستات ورجالة، شباب متجوزة ومش متجوزة، تفاعلت جدا مع الراجل ده. ممكن أكون أنا كمان مش من أول الناس اللي صورت معي، يمكن آخرهم. نزلت علشان أشوف اللي أنا سمعته في الفيديوهات ده حقيقي. نزلت علشان أشوف معقول ممكن شريكة حياة واحد تغدر بيه قوي كده. ال3 أطفال مش ولاده؟ لما زوج يدخل بيته شيطان ويمشي وراه علشان يتحقق، يلاقي النتيجة ان ال3 أولاد اللي قاعد يربيهم مش ولاده. أكبر بنت فيهم 11 سنة. ليه؟ ليه؟
محمد ده عمل ايه علشان حياته تبقى بالشكل ده؟ شرفني يا محمد ومنورني. اهلا يا استاذ هنالز، حضرتك انت اللي عامل ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. تزوك 11 سنه من 2008 لغايه يوم اللي انا عرفت فيه الحقيقه 2018، 17 اكتوبر 2018. يعني المشكله دي قائمه بقى لها سنتين. بقى لها سنتين في المحاكم، مش جديده زي ما احنا متخيلين. لا بقى لها سنتين في المحاكم وما زالت مستمره في المحاكم. طيب سامحني، انا عارفه ان انت اتكلمت كتير، بس انا عايزه افهم ازاي. والله يا فندم، يعني احكي لي كده برضو. انت الاول مش هقولك انت اتجوزت ازاي، خلاص انت راجل اتجوزت وكنت بتشتغل. انا خريج كليه الاداب قسم الاثار، والتحقت بمجال السياحه والفنادق، والتحقت بعده فنادق من الفنادق الكبيره سواء في مصر او بره مصر. شغال في السياحه. شغال في السياحه. حلو جدا. المشكله دي وصلت لك ازاي؟ ايه اللي وصلك انك تشك كده؟ المشكلة ديت وصلت لي بعد بداية من تاريخ 17 أكتوبر 2018، لما تلقيت رسالة من شخص هو اسمه زي ما ظهر عندي على الترو كولر ميدو عادل، عامل حساب أكاونت على الفيسبوك باسم فخامة الأمير. لقيته بعت لي رسالة: أستاذ محمد، عايز أخد من وقتك دقايق، عايز أكلمك. فكنت أنا في الوقت دوت كنت نزلت واستقريت، ابتديت أفتح بيزنس خاص بيا. فاللي جه لمخيلتي في الوهله الاولى ان واحد مثلا عارف ان انا بقى عندي شغل وكده وعايز يشتغل معايا. فبعت له في نفس اليوم بالليل، قلت له حاضر تحت امرك بس ممكن بعد الظهر. صحيت تاني يوم من النوم، كان عندي مشوار تبع الشغل، فنزلت بصور ورق من المكتبه، فبحط التليفون لقيت ان في رساله على الانبوكس، فبفتح الرساله لقيته هو. فلقيته بعت لي رساله بيقول لي: استاذ محمد، انا اولا والله فاعل خير وعايز حضرتك تسمعني، مرات حضرتك بتخونك، وبعت لي صورتها ومضل وعامل دايره على وشها، وهي دي اسم، هي دي مراتك واسمها، وبعت لي اسمها. طبعا الموضوع في اوله كده انا كنت في حاله هستيريا في الشارع، لدرجه ان الناس كانت اتلمت عليا: في ايه يا ابني مالك؟ مش عارف اتكلم، مش عارف اقول ايه. الشيء اللي خلاني اتصدمت ان هي قبلها بليله كانت واخده مني الاذن ان هي تبات عند اهلها، تاخد الولاد على الدرس وتبات عند اهلها. فاول حاجه فكرت فيها ان انا اتصل بيها واكلمها، فلما كلمتها فلقيتها نايمه. بس المكالمه ديت قبل ما افتح الرساله، لما جت لي الرساله قبل ما اكلمها كلمت والدها، جالي احساس ان انا اتصل بوالدها واشوف. فكلمت والدها نصا، وربنا سبحانه وتعالى شاهد عليا، شاهد على كل كلمه سيدي، قلت له اديني بنتك علشان بتصل بيها تليفونها مقفول، في محاوله مني ان انا اشوف هي في بيت ابوها فعلا زي ما خدت مني الاذن ولا لا. فوجئت ان ابوها بيقول لي: بنتي مين؟ هي بنتي مش عندك؟ قلت له: لا، بنتك مش عندي، بنتك واخده مني الاذن انها تبات عندك امبارح، هي ما جاتش. قال لي: بنتي ما جاتليش. وابتدى عيال فين معاها؟ ما هي واخده الولاد، انا في شغلي، خدت مني الاذن، اتصل بيا خدت مني الاذن، انا هروح الدرس بتاع الولاد وهروح ابات عند بابا وماما عشان وحشني والولاد وحشينهم. لما جت لي الرسائل لقيتها مش عند بيت ابوها، لقيتها مش بايته في بيت ابوها، وابتدى ابوها في حاله انا اسف سباب وشتايم للولاد وللبيت، وانا زهقت وانا طهقت. قلت له: طب اقفل بقى لما اشوف مراتي فين. اتصلت بيها، يعني الولاد في الحاله دي معاها؟ هم معاها. اتصلت بيها، اول حاجه لما التليفون اتفتح قلت لها: اديني بنتي. اول حاجه سالتها لبنتي: انتوا كنتوا بايتين فين؟ مجرد ما سالت السؤال ده التليفون اتقفل. اللي حسيته ان اكيد السبيكر كان مفتوح، لان البنت ما ردتش، وتليفون مره واحده اتقفل. قعدت حوالي 3 4 دقايق على ما اتفتح تاني: انت فين، انت فين؟ وطبعا كنت في حاله لا يرثى لها وزي المجنون مش عارف حاجه، لغايه ما ابتديت خلاص ما بقاش قدامي سبيل غير الشخص دوت. طب كانت فين؟ معرفش. دلوقتي انت ما تعرفش؟ لا، ما هو اللي عرفته بعد كده في الوقت ده انا معرفش. ما قابلتهاش تاني؟ قابلتها في المحكمة وقابلتها في بيت ابوها. قبل المحكمة يعني انت زوج وزوجة، هي واخدة اذن؟ قابلتها ما رجعتش بيتها؟ جبتهم ونقروا، نقروا ان هي كانت في مكان ما لا سمح الله غلط، وان هي كانت عند واحدة قريبتها. محمد بعد اذنك هي ما رجعتش بيتها بعد الواقعة دي؟ لا رجعت يا فندم، وقعدت في البيت. رجعت وقعدت في البيت وجابوا عليا اللوم وقالوا لي ان هي كانت عند واحده قريبتها. طيب الست اللي تبقى تبات عند واحده قريبتها، مفيش ده واحده قريبتها ان زي انتم ما بتقولوا، غيرت الوجهه بتاعتها، واخده مني الاذن انها تبات عند ابوها، غيرت الوجهه بتاعتها،
الست المحترمة مش لازم ترجع لجوزها وتاخد منه الإذن وتعرفه هي بايتة فين؟ لما يبقى الأب مش عارف بنته بايتة فين، الزوج مش عارف بنته بايتة فين، ده يتسمى إيه؟ ده كان بداية إن الإحساس إن اللي جاي لي ده وراه حاجة. تمام؟ ابتديت بعد كده أمشي مع الشخص اللي بيراسلني. خلاص بقى انت رميت لي قنبله، فانا لازم انت طوق يعني انت الوحيد اللي معاك الحوار. ابتدى البني ادم ده دمرني، لعب اعصابي بطريقه يعني حضرتك ما تتخيلهاش. لما تقعدي كده لما حد يبعت لحضرتك رساله زي ديت ويسيبك مثلا 3 ايام على ما يرد عليكي، شوف حضرتك النار اللي انت ماسكاها في ايديكي وماشيه تصرخي بيها ومش عارفه تعمل ايه، ومش عارفه هل ده حقيقي ولا لا. فضلت ماشي معاه لحد فين وفين، على ما فتح ابتدى يكلمني، ابتدى يبعت لي بقى البيانات، ابتدى يبعت لي رسائل، ابتدى يبعت لي صورته، اسماءه، الارقام، التليفونات، الحساب بتاعه، حساب الفيسبوك، كل حاجه. خدت كل ده ابتديت اشتغل عليه، ابتديت احلل عليه. اول حاجه ان هي كانت شايله في تليفونها رقمين تليفون، طين خطين. تمام؟ الخط اللي انا كشفت عليه 011 ومعايا طلع باسمه، اسم الشخص ده، الشخص ده الرقم معايا وما زال موجود معايا، شايلها رقم باسمه. ادي اول خيط. تاني خيط بعد كده الحساب الفيسبوك هي قاد عليه، هي عنده. بعد كده في بقى لما دخلت لقيت نفسي ان انا معمول لي بلوك، انا نفسي شخصيا الحساب اللي بيني وبينها معمول لي انا بلوك منهم هما الاثنين، ان لو في رسائل لو هي حاطه بوست مثلا وانا هو علق انا ما اشوفش، انا ما اشوفش تعليقه بس اشوف تعليقها هي. انت فاهم حضرتك النقطه ديت؟ لما فكينا بالظبط، لما فكينا لقيت تعليقات ان هي بتشتمني على الفيس وهو داخل حبيب قلبي وروحي وايوه كده الله ينور عليكي، والحاجات دي كلها موثقه وموجوده معايا هوريها لحضرتك وهديها لك. ويعني لو والناس طبعا في مباحث الانترنت تقدر تثبت ده، لو الحاجات دي اتمسحت او الحسابات دي اتغلقت تقدر ان هي تفتحها. عايز اسالك سؤال معلش، طول الفتره دي بتتعاملوا انتوا مع بعض ازاي بقى؟ هي كزوجه قبل ما تقفشها ازاي بعد الرساله دي ما جات لك؟ وبقى يعني وانت مسافر كانت عامله معاك ايه؟ تمام. المعروف عننا ان احنا خدنا بعضنا عن حب، تمام، في المنطقه والكلام ده انا قلته. اللي كان بيهيئ ليا ان احنا واخدين بعضنا عن حب، وهي نفسها اعترفت بده، هي نفسها اعترفت بده. اعترفت بفين؟ ان احنا واخدين بعضنا عن حب وان انا مثلا لا سمح الله مش واخدها بقى غصبانيه ولا الكلام ده كله. الحياه كانت ماشيه طبيعيه جدا، انسان واخد واحده عن حبها. حاسس بيك في الغربه بتتابع معاه ده؟ وبصي حضرتك يعني في حاجات انا اسف يعني في الفاصل انا هقول لحضرتك ايه اللي كان، ايه المشاعر والحاجات اللي كانت بينا. بنت كبيرة في تحقيق النيابة، أنا اللي قلت لما اتسألت من رئيس النيابة عنها ليه ما عملتلاش، قلت له حاسس إن هي بنتي. لقيت النتيجة إيه؟ لقيت النتيجة غير مطابقة. يعلم ربنا إن كنت بدعي من ربنا إن ينصفني فيهم، أقول يا رب ما تبتلينيش فيهم، أنا شقيت عليهم ودي زرعتي. لقيت اللي بيراسلني بعت لي صورة بالألوان للمتهم، أول ما شفتها كلمت أخويا قلت له يعوض عليا ربنا. استقريت في مصر، كانت لسه المعاملة دي قائمة؟ كل ده كان قائم لحد اخر شهر ونص. ابتدى من هنا يبان حاجات غريبه. اول حاجه ابتدى يرن عليا ارقام، الارقام ديت اجي افتح محدش يرد. يرن عليك انت؟ يرن عليا انا. اجي افتح محدش يرد، ابص الاقي الارقام ديت على الترو كولر ظاهره باسم جي اس. خد حضرتك الحاجات دي برده انا بقولها لحضرتك لاول مره، انا ما قلتهاش في جي اس. ابص الاقي الارقام دي موجوده على تليفونها. طب مين الارقام دي؟ ادعت ان هي بتاعت قريبتها. لغايه ليله قمت من النوم اذان الفجر لقيتها في الاوضه الثانيه بتبكي ومنهاره ومعاها تليفون. لما دخلت خبت التليفون مني. لما جيت خدت التليفون وسالتها بتعيطي ليه، نكرت ان هي في حاجه، فخدت التليفون بتقول بقول لها بتكلمي مين، انا سامعك بتتكلمي، نكرت. لما خدت الرقم ده دورت عليه لقيت الرقم ده بتاع العشيق، وده ظاهر وثابت في ورق القضيه ومن المراسلات والمحادثات اللي جات لي. بتعيط ليه برضه؟ بتعيط ليه؟ الشخص اللي كلمني ده اتضح ان هو كان على اتصال بيها وفي محاوله ابتزاز بفتحها وفتح امرها، وده ثابت عندي وهوري حضرتك كل حاجه. اتضح ان هو كان بيبتزها
فالترجمة الطبيعية ان هي بتلجأ للانسان بقى اللي هي بتخني معاه وصبتها معايا استغيث بقى بيه نعمل ايه اتفضح ده بيهددني ده 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 الكلام ده كله. لما خدت الرقم سجلته عندي لقيت الرقم ده بعت لي وابل من السباب والشتايم، والسباب ديت والشتايم دي موجودة في ورق القضية. حاولت كذا مرة اروح اخد الولاد، كل مرة كانوا يرفضوا يدوني البنت الصغيرة. يرفضوا جدها ليه؟ مرة تعبانة، مرة مش عارف ايه، مرة ايه، مرة ايه، مرة ايه، لغاية ما في مرة رحت اخدتهم كلهم. اتوجهت بيهم لمعمل المعامل المحترمة اللي موجودة في مصر وكل الناس عارفاهم، معمل المختبر. رحت قلت لهم انا بعد اذنكم انا عايز اعمل تحليل دي ان ايه. رفقت كل المستندات المطلوبة من شهايد ميلاد، من صور، من سرود بطاقتي، ماضية كل حاجة، كل الإجراءات القانونية عملتها. تاخدت العينة، طلعت النتيجة بتاريخ 14/11/2018. مفادها ايه؟ مفادها ان الجينات الوراثية بيني وبين الطفلين غير البنت والولد الاخرانيين، اللي هو البنت والولد الاخرانيين. البنت الكبيرة في تحقيق النيابة انا اللي قلت لما اتسألت من رئيس النيابة عنها ليه ما عملتلاش، قلت له حاسس ان هي بنتي، في حنية بيني وبينها، في حاجات. طيب انت ما خدت نتيجة المختبر البنت الولد والبنت الاخرانيين؟ فجيت بعد كده الاول لقيت النتيجة ايه؟ لقيت النتيجة غير مطابقة، الجينات غير مطابقة. انت خدت النتيجة للدكتورة اللي انت هي لقيت لك في المعمل؟ استلمت نتيجة التحاليل يا فندم. طلع يا فندم ابوس ايديكي في احتمال 1% غلط؟ وانا ما فيش بني ادم يتخيل ان في كده، في احتمال 1%. انتوا كام سنه يعني في الوقت اللي عملت فيه؟ هما حاليا 7 سنين، 6 سنين، 5 سنين ونص. وقتها كان 4 سنين وشويه قرابه 5 سنين، 6 5 سنين ونص قرابه 6 سنين. دكتوره لمياء قالت لك ايه بقى؟ دكتوره لمياء عبد القادر قالت لي نصا ربنا يعوض عليك ويكون في عونك وعون الاولاد، مستحيل يكون في غلط بنسبه 1%. في هنا نقطه انا عايز اقولها لحضرتك، الولاد لما راحوا المعمل، المعامل في مصر بتقفل اقصى معمل 11:30، والدها او جدهم بيجي من شغل الساعه 12:30 واحده. انا كنت وانا رايح، يعلم ربنا ان كنت بدعي من ربنا ان ينصفني فيهم واقول يا رب ما تبتلينيش فيهم، انا شقيت عليهم ودي زرعتي. فيعني ما فيش انسان يتخيل ان ممكن يتحط في الابتلاء ده، فكنت بقول يا رب انصفني فيهم. وانا رايح كنت بتعمد ان الولاد يبقوا ايه، يعني خدتهم بثلاث طرق مواصلات مختلفه بحيث ان الولاد ما تركزش هم رايحين فين، عشان ما حدش يعرف حاجه، يفضل الموضوع ده جوايا. عملت ايه؟ خدتهم بثلاث وسائل مختلفه مواصلات بحيث ان هم يعني اركب مواصله مسافه انزل، اخد مواصله ثانيه مسافه انزل، اهزر معاهم مش عارف ايه، ما فيش عصير كده، عصير، لعب، كل حاجه علشان الولاد ما تركزش. تعمدت ان الولاد ما تعرفش انا بعمل ايه، يعني حتى لما وصلت المعمل تعمدت ان الولاد ما تعرفش انا بعمل ايه. مجرد ما رجعت الولاد ساعه 2 الا تلت، ابوها بعت لي رساله، اول حاجه من غير مكالمه، من غير ما يتحقق، من غير ما يجي لي بيتي، ازاي انت لو هفترض ان الولاد قالوا له يا جد وبابا خد مننا دم، اول حاجه عملها بعت لي رساله قال لي من فضلك لما نتيجه الدي ان ايه تظهر طمني. كانت صدمة. يعني ايه؟ بتنجم يعني؟ محضر عفريت ماشي ورايا؟ عرفت منين ان انا بعمل دي ان ايه؟ لما الولاد قاعدين على مسافة 9 متر بعيد عني، وبتكلم بصوت واطي، محدش عارف انا بعمل ايه؟ انت عرفت منين؟ ابتدى اللي جوايا يزيد، والقلق اللي جوايا يزيد. ناحية تانية لقيت اللي بيراسلني بعت لي صورة بالألوان للمتهم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم اول ما شفتها كلمت اخويا قلت له يعوض عليا ربنا، من كتر الشبه اللي بينه وبين البنت الصغيره. قلت ماشي مستنيين التحاليل تطلع. طلعت التحاليل بتاريخ 14 نوفمبر 2018، مفادها ان الجينات الوراثيه غير مطابقه. كلمت الدكتوره زي ما قلت لحضرتك وقالت لي اللي قالته لي. لقيت صاحب البيت اللي انا ساكن فيه بيكلمني، ودي كانت حاجه من عند ربنا، هو كل اللي بيحصل ده ما هو الا اراده لتنفيذ امر ربنا سبحانه وتعالى. لقيته بيكلمني
هو عارف ان انا اتسرق مني فلوس، واشتكيت له قلت له حاجه انا بتسرق مني فلوس وبتسرق مني موبايلات وبتسرق مني حاجات غريبه في بيتي، انا مش عارف. ومفيش حاجه بتثبت ان في حاجه منط مثلا ولا باب اتطفش ولا 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 الكلام ده كله. لقيته بيتصل بيا قبل الليله اللي هروح فيها للنيابه، بيقول لي يا استاذ محمد ربما اللي بيتاخد منك ده وهو حي يرزق، وهم عارفين هو انا كنت ساكن فين وهو حي يرزق، عشان اللي عايز يروح يتاكد محدش منعه انه يروح يتاكد. قال لي يا استاذ محمد ربما اللي بياخد الحاجات دي اخوها وبتديها لاهلها. فبقول له ليه بتقول لي كده يا حاج؟ قال لي بعد انت ما سافرت في شخص كان دائم التردد عليه على بيتك، ولما وقفناهم مع بعض مراتك قالت انه اخوها وهو ادعى انه اخوها، وكان بيجي بعربيه ساعات بعربيه وساعات من غير عربيه، وبيخرجوا مع بعض. طبعا اللي عرفه عن اخوها انه شخص على قد حاله وما عندوش عربيه. اول حاجه عملتها بعت له صورته على الواتساب، قلت له يا حاج هو ده اخوها اللي كان بيجي لك؟ الصوره اللي جاتني والله العظيم والله العظيم والله العظيم. لقيته بيتصل بيا بيقول لي ايوه يا استاذ محمد هو ده، هو مش ده اخوها؟ بلغت المعلومه ديت للمحامي، المحامي قال لي لازم الحاج يكون معانا تاني يوم في النيابه. بيجي البيت؟ كان بيجي البيت. كلمت صاحب البيت قلت له انا يا حاج من الاخر كده انا هضطر اكشف لك ابتلائي، انا الامر 1 2 3 4، وشهادتك ديت شهاده حق امام الله قبل ما تكون امام اي نوع من البشر. فئ. الراجل ما تاخرش، قال لي يا ابني انا بيني انا 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 رحت ولا جيت انا راجع للي خلقني، وعمري ما هتاخر في شهاده حق. قال لي بعد انت ما سافرت في شخص كان دائم التردد عليه على بيتك، ولما وقفناهم مع بعض مراتك قالت انه اخوها وهو ادعى انه اخوها. ليه لما انت في حياتك حد تاني؟ انت اتجوزتيني ليه؟ لما البنت الكبيره بتقرير الطب الشرعي هي كمان مش بنتي. تقرير جه مفاده كالاتي: استحاله ان انا اكون اب ليه. هي ما اتجوزتوش ليه؟ ما طلبتش الطلاق منك واتجوزته ليه؟ يا فندم ما كانش قدامي، ما كانش يعني الحاله اللي انا فيها انا ما كنتش طايقها. بسألك هي ليه ما طلبتش الطلاق؟ ليه رحت اتجوزه؟ السؤال ده انا سالته ليه لما انت في حياتك حد تاني؟ انت اتجوزتيني ليه؟ اصلا يعني مش ليه ما طلبتيش الطلاق؟ انت اتجوزتيني ليه؟ لما البنت الكبيره بتقرير الطب الشرعي هي كمان مش بنتي. توجهنا لمصلحه الطب الشرعي بعد استيفاء كل الاجراءات، اتاخدت العينه من الثلاث اطفال وتحدد جلسه في شهر 7 2019 لورود التقرير الطب الشرعي. التقرير جه مفاده كالاتي: من الثابت علميا ان الطفل يرث احد شقي البصمه الوراثيه من ابويه، وبمعاينه البصمه الوراثيه للاطفال محل النزاع والزوج والزوجه، ثبت ان العينه البصمه الوراثيه مطابقه تماما للام وذكر اسمها، بينما اختلفت البصمه الوراثيه في العديد من المواقع الوراثيه مع المدعو، حتى ما هنا ما قالش الزوج، مع المدعو محمد اسمي، ومما يدل على استحاله ان انا اكون اب ليهم. من هنا انا بعاني من جلسه 7 2019 للنهارده شهر 10 ولا شهر 9 2020، انا بعاني، انا بموت وبتذبح كل يوم. اترددت، الدنيا كلها عرفتني، الدنيا كلها عرفت حكايتي، انا انسان ابتليت الابتلاء ده، انا اعمل ايه؟ عايز اسالك سؤال. التلاته مش ولادك؟ التلاته مش ولادي. مش واحد جه ابنك؟ ما فيهمش اي حد مني. ما بتخلفش؟ لا الحمد لله كويس، عملت تحليل مره واثنين والحمد لله كويس. واحد يا محمد؟ ولا واحد، والله اراده ربنا، اراده ربنا، لا رد لقضاء الله. بتحمل امتى؟ انا قلت ان هي كانت في الفيديو اللي اتنشر ان انا كنت ببقى موجود، هي كانت بتبقى معايا في نفس الوقت ومعاها والشخص ده معاها، فالناس بتقول ازاي يعني؟ انت ازاي مش حاسس؟ مش معنى كده ان انا مش بقول كده ان هو كان قاعد في بيتي. من التحقيقات ومن شهاده الشهود، البيت اللي انا ساكن فيه كان واخد شقه، كانت واخده شقه على مسافه 300 متر على الشارع الجديد، والقضيه فيها العنوان. توجهت وسالت وتاكدت ولقيت عقد الايجار، وسالت مرات البواب واعترفت، والجيران واعترفوا قالوا هي دي مأجره شقه، هي وهو، هي وهو، وقالوا ايوه هي دي. بعد ما اتعرف على صورتها وواجهتهم بصورتها قالوا ايوه هي دي اللي كانت بتيجي بتقول انها مراته. كل الناس دي حيه ترزق، اللي عايز يروح يتاكد يتفضل. خلصت كل ده تستفيد من العلاقه دي؟ والله يا فندم انا ما عارف،
انا انت فلوسك بتتسرق؟ اللي انا طبعا يعني ما كانش بيصرف عليا مثلا. انا مره بس باعت حواله ب 2000 دولار ساعتها ب 38000 جنيه، على ما وصلت البيت قال له 15000 جنيه، وهي تعيط ونزيف وابوها يكلمني ويعيط وامها تكلمني وتعيط ويعوض عليك ربنا ويعوض عليك مش عارف ايه، وكل الناس عارفه بالواقعه دي، وراحوا عليا 21000 جنيه. طب اتسرقوا ازاي؟ اتنشلوا مني. طب اتنشل 21 واتساب 15؟ استعوضت ربنا وقلت إن لله وإنا إليه راجعون، يا رب انت عالم بكل مليم انا تعبت فيه واشتغلت بيه واتغربت بيه عشان احوشه منه لله. لغايه بعد كده ثلاث موبايلات يا فندم، واحد وقع في توك توك، واحد وقع مني في السوق، واحد اتسرق من قلب بيتي 5000 جنيه ويعلم ربنا. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ادي اليمين. هو راجل مش مقتدر اللي انا ده اللي انا فهمته. ربنا يعوض عليك وياخد بيدك. الحمد لله. والا قهر الرجال يا محمد، واكيد ربنا ياخد لك حقك. هو ليه الحمد لله. وانت قاعد بينك وبين نفسك كده كديني العيال وانت في السفر في الغربه بتجيب لبس طبعا بحال كل المصريين ولادنا المغتربين، تبقى مشغول بهمهم بمدارسهم باكلهم بشربهم، لما بتقعد دلوقتي بينك وبين نفسك بيوحشوك؟ بشوفهم في احلامي. بشوفهم طبطب عليهم وهم ما لهمش ذنب في اي حاجه. معاها دلوقتي هي هربانه بيهم. هربانه فين؟ هربانه بيهم. لا لايف اهي. هربانه بيهم ومنزله فيديو لايف اكيد ناس كتير شافته. المفروض انت بتجري في المحاكم عشان تشيل الولاد من على اسمك. يا فندم انا بجري في المحاكم لاني انا هنا المحكمه الاسره في الدرجه الاولى قالت ان طبقا للقاعده الفقهيه الطفل للفراش. ليه؟ لاني انا اولا هنا ما عنديش افتقد ست شهور، افتقد مجرد ما بيفوت ست شهور خلاص. عنصر الملاعنه، عنصر الملاعنه من تاريخ الولاده لمده اسبوع قبل التسجيل، انا افتقد لده. الولاد اتسجلوا وانا ماضي واخويا ماضي ومتسجلين وليهم شهاده ميلاد. ثانيا هنا بيقول ان القاعده الفقهيه بتقول ان الطفل الفراش وللعاهر الحجر. طيب هنا في محكمه الاسره انا ليه اسئله كتير، مش بعترض اللهم لا اعتراض، بس انا ليه اسئله كتير. اولا الطفل للفراش وللعاهر الحجر، طب ما ربنا سبحانه وتعالى وهنا الترتيب في الاولويه ما بين حديث للرسول او كلام ربنا الترتيب عند اهل الدين، ولو كده لو انا غلطان حد يقول لي ان اهل الدين هم ان كلام ربنا ليه الاولويه في الترتيب. ربنا بيقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لابائهم في سوره الاحزاب، ادعوهم لابائهم وهو اقسط عند الله، فان لم تعلموا فيما معنى الايه عشان لو مش حافظها فمواليكم اعتبروهم موالي ليكم، يعني ما فيش مانع ان انتم تحسنوا تربيتهم. هنا الايه هنا لما تقول ادعوهم لابائهم، تفسير الايه عند الشيخ الشعراوي وعند اهل العلم ان لازم صحيح النسب يكون للاب الشرعي للاب الحقيقي علشان منعا لخلط الانساب. محمد لو الامر ما اتحسمش في قضيته هيصحى من النوم يلاقي نفسه متهم في 500 قضيه، سب وقصف، تشهير، محاوله اغتيال، حاولت خطف الأطفال وتنبحهم ولا وقتلهم. ده بديهي. اللي ما يخافش على نفسه ما عندوش ضمير. اللي ما يصونش نفسه ما بيصونش حد. اللي سافر وساب مراته وهي عارفة إن هي معاشرة واحد تاني وعلى علاقة بواحد تاني، ها؟ وسافر عشان أرباحه السنوية وعشان هيترقى والترقية هتجيب له 27000 جنيه في الشهر. حتى لو انت وصل لك ان انا كنت بكلم واحد غيرك، مع العلم بان انت عارف ان الشخص دوت هو اللي كان بيجري يجيب اللبن لابنك عند ابويا، مع العلم بانك عارف ان دوت جارنا من واحنا اطفال. الاطفال دي مصيرها ايه؟ لما يكبروا ويعيشوا حياتهم بيت عايروا ان هم اولاد حرام. انت اصلا مش راجل. البس طرحه، البس طرحه. انا ما كانش قدامي غير كده، ما ينفعش اعرف اللي عرفته اعمل حاجه تانيه غير كده. والله انا باذيكم، محدش بيأذيكم غير اللي انتوا عايشين معاهم. انت مفكر نفسك بتدور عليا وعايز تمسكني؟ والله العظيم ما هتمسكني. لان انت اللي مكتوب على جبينك الديوس. مصير الحق هيبان يا محمد زهيد. ايه ده؟
ايه ده؟ البجاحة دي؟ ايه البجاحة دي؟ ايه المصيبة السودة دي؟ انت مالك عاملة كده ليه؟ مالك يا اختي؟ مالك؟ طيب عايزة اتكلم معاكم في كام حاجة كده علشان ايه؟ ابقى عملت اللي عليا. يمكن جمهوري يعلم جيدا ان انا لما بيجي مواضيع تثير الرأي العام بهدى قوي وبتقل قوي قبل ما انزل جدا، ما دام فيها جدل. فيها جدل استنى لحد ما الدنيا تبين والرؤى تبين. انا شفت الفيديو ده نزلت خلاص كده بقى، كده الدنيا بانت قوي. عايزه اقول حاجه للساده المشاهدين اللي بيتسالوا على السوشيال ميديا طول الوقت، او ما نزلت اللي انا هذه النهارده حلقه محمد لمعرفه الناس بقضيه محمد، كلهم بيتسالوا ان ازاي هي بتقول ان محمد ما بينزلش بقى له 11 سنه 12 سنه. لا يا جماعه، محمد اتجوز وبيروح ويجي عادي جدا، عادي جدا، يعني بيروح ويجي، رايح جاي رايح جاي، مسافر رايح جاي، عادي جدا زي اي راجل مغترب سايب مراته وولاده فبياخد اجازات وينزل، عادي خالص. طيب خلف الثلاث ولاد؟ خلفهم، خلفت وكان بيرجع يشوف عياله. تعالوا بقى ننسى الولدين الاخرانيين ونمسك في الاولين، البنت. البنت اللي كان المحامي بتاعها مصمم ان يعمل لها الدي ان ايه على امل منه وتشويش منها ان هي بنته، هي ما كانتش عارفه، لان واضح جدا العلاقه دي قديمه. طيب عمل الدي ان ايه؟ لا البنت مش بنته، كانت الصدمه. سالت طب الدفاع كان بيدور على ايه؟ بيدور على ايه لما لو لقى البنت بنته اللي هي جت بعد شهرين جواز حملت؟ يعني هي اصلا من الاساس الدنيا باينه، ما كانش يسافر بقى، ده بعد شهرين يا دوب اتجوزت وعروسه جديده، شهرين دي يعني عروسه جديده ومبهدله الدنيا برضو، ما رحمتش. الدفاع كان بيسند ان هو ليكتسب عطف الراجل ويصعب عليه اخواتها ويهدى بقى وينسى القضايا. طلعت مش بنته، بنتها هي مش بنته هو. احنا شفنا الصور، محمد بيقول ان البنت الصغيره لما انا جيت اخدها من بيت ابوها اللي هو حماه مرضيش، الاهل عارفين كل حاجه كل حاجه لسبب واحد بس، الرساله اللي الاب بعتها اللي هو حماه بعتها بيسألوا اما النتيجه تظهر طمني، اما نتيجه تحليل الدي ان ايه طمني. اي راجل حر مسلم بنته لراجل استحاله يبعت الرساله دي، اراهنكم كلكم قدامي رجاله بالطول وبالعرض، استحاله تجيلك رساله تبعتها الراجل بتجوز بنتك تقول له لما نتيجه الدي ان ايه تظهر طمني. ده انت هتعمل له مجلس عرب وتجيب الناس وتجيب الدنيا وتجيب ابوه وتجيب اخوه، لو ميتين هتطلعهم من التراب. مش بعيد الامر بيوصل لطلاق. فالرساله ديت رقم واحد. رقم اتنين الاهل عارفينه، وباكد ليه يا نهال؟ علشان رفضوا يديله البنت الصغيره عشان يعمل لها الدي ان ايه. بعد الرساله كده اتنين. رقم ثلاثه ان طول الوقت الام كانت مع البنت دي فعارفاها كويس جدا، عارفه دنيتها رايحه جايه ازاي، والجيران كانوا بيشوفوها كتير. رقم اربعه بشهاده الكل ان هي كانت على علاقه حب بابن الجيران. طب ما اتجوزتوش ليه يا اختي؟ ما اتجوزتوش بنتك ليه يا حاج؟ ورحمت نفسك ورحمت تلات اطفال ورحمت راجل كده وخلصت، ما تروح له، ما جوزتهالوش ليه؟ تظلموا بني ادم ليه؟ هي بتقول الحق هيظهر، ايه اللي هيظهر؟
تحليل المختبر اللي قال ان هم مش عياله، ولا الطب الشرعي اللي اثبت ان محال يبقى هو ابوهم؟ طب اقول لكم انا بقى اللي ما رضيتش اظهره. ابن عاشقها صوره تبقي الاصل من ابنها، انا ما رضيتش اطلع الصور. اظن ان اللي اعرفك ولا بيني وبينك حاجه، ولا عايزه اذيكي مثلا، ولا طار ولا نيله. اما طلبت، ما انا لازم في حاجات بتاكد منها. ابن عاشقها صوره تبقي الاصل من ابنها. ايه ده؟ والبنت الصغيره شكل عاشقها فعلا. احنا شفنا الصور، زي ما كلنا سيدات ومتجوزين وفي بيوتنا عيال شبه ابهاتهم، فيها منهم بنسبه كبيره جدا. طيب هنسيب من اعراسنا وتقاليدنا وكلام بقى امهاتنا وحمواتنا الدي ان ايه في المختبر؟ قال لك استحاله. في الطب الشرعي استحاله. اظهروها تاني يا شباب، طلعوا لي الورقه دي تاني. سؤال بقى بجد، انت عامله ايه؟ انت ضميرك فين؟ انت طلعت شرشح لمين؟ طلعت تتكلم على خيبتك؟ انت طلعت تعملي فيديوهات لمين؟ مين اللي ديوس؟ مين اللي يلبس طرحه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هتكلم على صاحب البيت اللي ما تأخرش في الشهاده. لما الراجل رجع من السفر زي اهي قربوها قوي يا استاذ محمود، الله يرضى عليك، اصل احنا معانا شخصيه وعره كده، تحس الست دي وعره، فعايزين نبقى احنا كمان عملنا اللي علينا مع الراجل ده. قربها كده، اعمل لها قام اتصرفوا زوموها. استحاله ان يكون اب، استحاله للثلاثه. هي امهم اهي، الساده المشاهدين يشوفوها ختم النسر، وده الطب الشرعي. محدش يستجرى يشكك في مؤسسة الطب الشرعي. استحالة أن يكون المدعو محمد هادي أبا والد للصغار الثلاثة. أهو استحالة أن يكون المدعو محمد هادي والد الأطفال الثلاثة. استحالة. إيه ده؟ إزاي؟ هي بتطلع وعاملة الفيديو بتتجاهر وبتقول، بتشتم في الراجل ومبهدلاه، ده وعشقها كمان مبهدله. كان بيطالبه بالسكوت ويقول له مش هديك اتكلمت، خدها فضايح. الست دي خدت حكم 3 سنين. المحكمة حكمت لمحمد هادي ب3 سنين، حكموا عليهم ب3 سنين وهربانة. بناشد وزارة الداخلية، بناشد ضباط الداخلية واحد واحد، أثق جدا في نخوتكم، أثق جدا في إنسانيتكم، أثق إن أنتوا ما تردوش لواحد منكم ده. جدا. زي ما بطلع هنا وبناشد لحقوق الست ساعات، حرام قوي إن الراجل ده فيه. أرجوكم جيبوا الست دي، هي وعشقها. أرجوكم. حد هيقول لي ما طلقهاش. لا ما طلقهاش، لأنها لو طلقها الزنا جريمته بترفض. بتسكت دعوى الزنا. طيب راحت هي بقى الفالحه راح رفع خلع. لما رفعت دعوى خلع كانت خدت حكم ب3 سنين، ما قدرتش تمتثل قدام المحكمه فسقطت الدعوى، فهي الى الان زوجه وعليها 3 سنين. 3 سنين سجن. طيب كان في اسئله كتير قوي في دماغي، ما كنتش لاقي لها اجابه. من ضمنهم مثلا ان لما ست بتروح تقدم ورقه زواج بتطلب فيه ان الاب يعترف بالاطفال، بالدي ان ايه بيعترف. طيب ليه الست دي اعترفت لها؟ طب لما اب بيروح يطلب دعوه انكار نسب وبيعمل الدي ان ايه، بيقول لك الولد للفراش وما تسقطش. تعالوا نطلع بقى نشوف حوار القانون وكلمته، ابقوا معنا. قال لي بعد انت ما سافرت
في شخص كان دائم التردد علي على بيتك، ولما وقفناهم مع بعض مراتك قالت انه اخوها وهو ادعى انه اخوها. ليه لما انت في حياتك حد تاني؟ انت اتجوزتيني ليه؟ لما البنت الكبيره بتقرير الطب الشرعي هي كمان مش بنتي. التقرير جه مفاده كالاتي: استحاله ان انا اكون اب ليه. الحقيقه امر قمه الخطوره والصعوبه ان بني ادم يواجه ده. صعب قوي تتغرب وفي الاخر ترجع بيت زوجه ما بتخونك، مش صينوك، عيال مش عيالك، فلوس بتتسرق من بيتك كل يوم والتاني. يزيد الامر شاهد ان دي ست مش صينوك وانها على علاقه بحد. كل ده كوم والامر قدام القضاء كوم تاني. بنيجي بقى يقولك المحاكم ليها ورق. هم ليهم ورق وليهم قوانين يحكموا بيها وليهم وضعهم اللي احنا بنمشي عليه. فبصراحة استفزني جدا الامر. بعد كل ده ازاي محمد لسه عايش كل الكابوس ده؟ وازاي انه لو قابل وجه كريم، وكلنا معرضين لده، احنا اموات ولاد اموات، ان الولاد دي تورث فيه ازاي؟ اللي انا قلته ده كده صح ولا غلط؟ حضرتك قلتيه بالظبط صح ومظبوط. مشكله بنعاني منها من ساعه ما عرفنا الموضوع ده، ان اب بعد 12 سنه او 11 سنه اتفاجئ ان ثلاث اولاد اللي كان بيسافر وبيتغرب وبيشقى وبيتعب علشان يوفر لهم الحياه الكريمه والملائمه والمناسبه، اكتشف بعد العمر ده كله وبعد السنين الطويله دي كلها ان الثلاث اولاد مش اولاده. لجأ للقانون، رفع دعوة، يعني حرك ضد زوجته دعوة زنا. دعوة الزنا وصلت للنيابة، النيابة نزلتها جلسة وحققت فيها وسمعت شهود ونزلتها جلسة. جينا في قدام المحكمة زي ما محمد لسه قايل لحضرتك، كان رافع دعوة جنحة الزنا بيتهم بناء على تقرير الطب، بناء على تقرير المعمل المختبر، ان الطفلين الصغيرين استحالة يكونوا والدهم. رحنا المحكمة، الدفاع ضم الطفلة التالتة. هو ليه كان عايز كده؟ معلش، كان عنده أمل إن الطفلة التالتة دي تبقى بنتها؟ يعني أنا يعني على ما أعتقد إنه كان ممكن يقول ممكن البنت الكبيرة تكون بنته، فالموضوع يأثر على محمد إن أنا لا أنا هتنازل عشان خاطر بنتي دي أمها ما تتحبس مراعاة لبنتي. ده لو كانت طلعت بنته. يعني إرادة ربنا سبحانه وتعالى أرادت بقى إنها تكشف الحقيقة. طيب موقف محمد إيه دلوقتي بقى يا أستاذ محمد؟ الموقف بتاع محمد دلوقتي يعني جنائيا محكمة الجنح عاقبت الزوجة والعشيق بالحبس 3 سنوات. نيجي عند المحكمة الشرعية ومحكمة الأسرة رفضت له دعوة إنكار النسب. اسمع ويقال ان لو الأب حرمهم من الميراث ما يورثوش، يعني لازم يكتب وصية. الوصية توب. الوصية حتى لو كتب وصية، الوصية قانونا وشرعا لا تجوز إلا في نصاب التلت. يعني من حقه أنه يوصي بتلت تركته بس، لو أوصى بأكتر تبقى وصية باطلة. أنا عايز أقول النقطة بقى يعني أخيرة أختم بيها. ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، يعني هو كده مش أبوه. فمن المفترض من وجهة نظري واللي أنا بطالب بيه المجتمع وبطالب بيه المشرع القضائي وانتخابات مجلس الشعب على الأبواب، في أول جلسة تشريعية أو في أول جلسة لانعقاد مجلس الشعب ومجلس النواب عايزين نتطرق للموضوع ده. في قوانين كتير بتتغير. أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه تحليل الدي إن إيه أيام الرسول، إنما دلوقتي فيه تحليل البصمة الوراثية. عايز أقول بقى دي مشكلة ودي أركانها كده باستفاضة، وده رأي اللي كلنا بندعي كوسائل إعلام نمتثل أمامه. بسأل كل مسؤول في السلطة التشريعية في مصر، بسأل كل قاضي محترم بصق بنزاهة القضاء المصري جدا، الراجل ده يعمل ايه؟ ايه الحل؟ قال لي بعدين انت ما سافرت في شخص كان دائم التردد علي على بيتك، ولما وقفناهم مع بعض
مراتك قالت انه اخوها وهو ادعى انه اخوها. ليه لما انت في حياتك حد تاني؟ انت اتجوزتيني ليه؟ لما البنت الكبيره بتقرير الطب الشرعي هي كمان مش بنتي. التقرير جه مفاده كالاتي: استحاله ان انا اكون اب ليها. عايزه اقول حاجه، ناس كتير جدا واقفه مع محمد صاحب البيت اللي راح شهد قال اه هو ده الولد اللي بيجي وبتقول لي يا اخوه. ناس كتير جدا، لان مش دي مجتمعنا، احنا ما عندناش غدر كده. ما عند ده جزاته انه سطرك، ده جزاته انه اختارك واداكي بيت وعمل لك بيت وعمل لك ولاد وعمل لك كيان. ده جزاته جاب لك شبكة وفرش لك بيت وكان بيبعت فلوس وانت تسرقيه، ما علينا، ده جزاته. الرب بقى تعالى لي يا محمود كده، النبي تعالى لي. ايوه الله يرضى عليك، معلش اصل تعالي بقى انا اكلمكم على الستات المصرية اللي جواسها مغتربة. تعالى انا بقى اكلمكم واعرفك اللي ممكن يكون اهلك ظلموك وما قالوهولكيش. تعالى انا اكلمك عن الراجل اللي مسافر في بلاد الله ووراه راجل قاعد يا ربي وشايل مسؤوليه. الراجل اللي بيسافر وبيسيب مراته بتبقى هي مشكلتها مشكله قد الدنيا، ان هي اب وام. ترجع تلاقيها حوشت له، اول ما بيرجع حوشت له فلوس، الشقة الإيجار بقى التمليك، العيال اللي كانت في اللفة وبترضع من الببرونة كبروا وما شاء الله كل عيل طوله، بتمشي بعد كده تتحامى فيهم، دول رجالتها وولادها. لما بيسافر وبيرجع بيلاقي نفسه خلاص خدم الدنيا اللي عايزه. لما بيتصل عليها يقول لها أنا مخنوق، تقول له ليه مخنوق؟ ما احنا زي الفل وعايشين، لو عايز ترجع ارجع، احنا هنكتفي واحنا معاك. دي الستات المصريه اللي رجالتها في الغربه، دول الاطار اللي حوالينا، اللي ساكنين حوالينا واللي قرايب مننا واللي جيران واللي معارف واللي كانوا اصحاب في الجامعه. دي الست اللي بتبقى اسد، اللي بتصون نفسها وتصون راجلها. انت حرام فيكي اصلا ان كان الراجل ده يسطرك. بقدم بلاغ للسيد معالي وزير الداخلية، بقدم بلاغ للسادة ضباط المباحث، أرجوكم الأمل فيكم هاتوا الست دي، أرجوكم بلتمس فيكم الأمل وواثقة إن الست دي هتبقى عبرة. بقدم بلاغ للسيد مدير أمن الأيوبية بشكل خاص، أرجوكم أقف معانا وجيب الست دي، أرجوك عشان الراجل ده بلاش قهر الرجال ده يا جماعة. سيدنا النبي قال إلا قهر الرجال، إلا كده. في حاجه كمان بقى تنيت نسال فيها، معرفش الساده المشاهدين خدوا بالهم ولا لا، الست دي ولا مره طلبت الطلاق، ولا مره قالت له طلقني يا محمد خالص، لا في مشاكل ولا غضبت من بيتها ولا كانت كل يوم غضبانه ولا قاعده 3 سنين عند ابوها ولا قعدت في بيتها بس متجوزه بقى لها 11 سنه فقعدت في بيتها بس يا حرام 9 شهور خالص، زوجة يعني عادي جدا. سألته عن العلاقة بينهم وهو في الغربة، قلت لك في قمة الروعة ما شاء الله. ايه ده؟ ايه ده؟ انا والله ما عارفة، انا مش عارفة دي ايه. دي هتقابل وكي كريم هتقول له ايه؟ هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ ما سألتيش نفسك تلات عيال دول مصيرهم ايه؟ تلات عيال دول مصيرهم ايه؟ عملت كده في عيالك ازاي؟ ما تطلعيش تعملي لايفات تاني، شكلك وحش قوي. بعد الفاصل 30 دقيقة آخر. Thank you.
بتكلم الوقت عن من عن طريق بورسعيد اللي موجود الان، ان هو فيه ناس بتبني مخالفه وموجود المطاعم ومعارض وكلام من ده. احنا بنطلب الجهات المسؤوله وسياده المحافظه انها تنزل تشوف المخالفات اللي موجوده في شارع بورسعيد. والله انا بشكر اجهزه الدوله المنسقه ان هي قدرت انها تطبق القانون على بعض من الناس، ولكن لسه برضو ما زال لحد الان في ناس مسيطره على الاراضي الزراعيه زي اللي بيحصل مثلا في شارع بورسعيد في راس البر، لان حضرتك دي ارضنا ولو كل استحوذ عليها وبناها طبعا هناكل منين. اهلا بيكم مره تانية في تفاصيل. كنت وعدناكم اللي احنا كل حلقه ناخد استغاثه من محافظه ما بتجيلي على صفحتي اللي باسم نال طايل على الفيسبوك. النهارده شفت استغاثه غريبه جدا، في ظل ما في ناس زعلانه للازالات، وفي ظل ما في ناس بتقول لا او ما ينفعش وينفع وقللوا لنا وقالوا بعد كده رجعوا قللوا الفلوس اللي بناخدها عشان احنا نتجاوب المواطنين. لقيت استغاثه ناس متضايقه في دمياط من ان ليه دول لسه بيبنوا في محلات وبيعلوا ادوار. امر غريب جدا الكلام ده في محافظه دمياط شارع بورسعيد. يمكن انتوا شفتوه معايا يعني، والساده المواطنين طلعوا واتكلموا. حاجه غريبه جدا. بقدم استغاثه اهالي دمياط للسيده محافظه دمياط منال عوض. الناس دي مين بيحميها في ظل ما رئاسه الوزراء واقفه البناء اصلا على كل جمهورية مصر العربية؟ ليه في ناس عند حضرتك في شارع بورسعيد بتبني وبتعلي وبتبني محلات وشهود أهالي دمياط طلعت اهو؟ يعني أنا مش فاهمة. عايزة أقول حاجة كمان قبل ما أدخل في فقرة 30 دقيقة أخير. مدام ابتسام عمة يوسف اللي كانت الحلقة اللي فاتت بقول لها اتواصلي مع أستاذ محمد خيري، هو عنده الحل لمشكلة يوسف ووعدني إنه هيحلها بإذن الله ان شاء الله، لان انا ما بنساش حد ابدا انا نزلت صورت معاه. ربنا يقدرنا كلنا ان احنا نعمل خير. 30 دقيقه خير ودكتور مصطفى العقريشي المستشار الديني لمؤسسه نبض الحياه. اهلا وسهلا استاذ، ربنا يعزك يا رب. عامل ايه الاول؟ الحمد لله بفضل ونعمه والله. الصدقه وقايه اكيد ليا وبتنفع غيري اكيد. احكي لي بقى كده. الحمد لله الذي يعز من اطاعه واتقاه ويذل من أعرض عنه وعصاه، لا مخفي لما أبداه ولا مبدي لما أخفاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الصدقة وقاية لي وللمحتاج. طبعا احنا خدنا في الحلقات اللي قبل كده هي وقاية لي من كل شر، وهرسنا الموضوع ده. ووقاية للمحتاج. طب وقاية للمحتاج وقاية من ايه؟ وقاية من الحاجة اللي هو مش قادر يكملها عنده. وصلة المية ام 3000 جنيه اللي مش قادر يوصلها من الخط الرئيسي اللي الحكومة عاملاه. وقاية كمان من حاجات تانية احنا مش واخدين بالنا منها يا أستاذة نهال. زي مش ممكن أنا ببخلي وبشحي أخلي الفقير ده أو المحتاج ده يسرق. صح؟ ممكن اخليه ببخلي وبشحي انه يسلك طريق اخر غير طريق ربنا سبحانه وتعالى، انه يمد ايده على فلوس حد، ان واحده ممكن تسلك سلوك مش كويس. لا بس الفقر ما يخلينيش اعمل كده. في كتير، في كتير كده. لا مش مبرر يا دكتور. لا في كتير كده. ازاي يا دكتور؟ في كتير كده، ده حصل يعني. كان الكلام ده على مسؤوليتك انت. طبعا انا بقول ان السرقه او الجريمه او القتل او المعصيه عامه. ايوه. لا 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 يا فندم، مرض نفسي وده حاجه جوه. ايوه هي مش مسوغ. ايوه مش مسوغ ان انا اروح هنا ولا هنا. اتفضل. ما انا بقول هي مش مسوغ بس، ولكن انت صدقتك هتخليه يمتنع انه يمد ايده على ساعده. على غير. طبعا ساعده يعيش. طبعا اتفضل. وانه يمد انه ما يمدش ايده على حاجه غيره. او انه يسلك طريق غير طريق ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انت صدقتك مع الفقير او مع المحتاج
اللي هو عايز يوصل واصله من خط الرئيس بتاع الحكومه لبيته عشان يشرب كوبايه ميه نظيفه، تمام؟ دي الوجه الله سبحانه وتعالى هتمنعه عن كل شر. وده حصل امتى بقى؟ ايوه حصل مع سيدنا حسان ابن سنان. حسان ابن سنان رضي الله عنه. اتفضل. عارفه سيدنا حسان ابن سنان ده والحديث ده في كتاب صفه الصفوه للامام ابن الجوزي. أيوة. رضي الله عنه. رضي الله عنه. عارفه كان بيقول ايه؟ كان بيقول والله لولا المساكين ما تجرت. شوف الكلام الجميل. لولا المساكين ما تجرت. وكان ينفق من ماله ولا يخشى الفقر ولا الفاقه. يقول لا، ما هو خزائنه سبحانه وتعالى ملقانه. وخزائن ربي ملقانه وخزائن ربي لا تنفد ابدا. هتخلص. وعن سيدنا بشار رضي الله عنه قال عن سيدنا حسان بن سنان بيقول جاءته امراه تساله، عايزه فلوس، واحده كده شابه جاءته تساله وقالت له يا امام اعطيني مما اعطاك الله. فبص بقى الجمال في المعامله والسلوك. فاشار لشريكه هكذا بالسبابه والوسطى، اشار لشريكه هكذا، فشريكه راح رايح مديها ايه بقى؟ درهمين. قال لها خدي. فهو قام جري وراح رايح مديها 200 درهم. فقالوا له لما رجع بقى، يا امام طب ما انت كنت تدب ال 200 درهم دول كذا سائل، اكتر من سائل. فقال لها اني نظرت وذهبت فيما لم تذهبوا فيه، ده انا في دماغي هدف تاني. قالوا له ما الهدف؟ قال رايت فيها بقيه من شباب ونضاره. انا شفت البنت اللي جايه بتسال ديت بقيه من شباب ومن نضاره، تمام؟ فأردت من الله سبحانه وتعالى أن يمتعها بالمال الذي أنفقته إليها حتى لا تسلك شيئا أكرهه. هو ده. يبقى الصدقة حماية ليا وحماية لغيري. وزي ما أنا حميت غيري من أن يقع في معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيحميني. طيب ثواب المية وثواب الصدقة بوصلات المية. أقول لحضرتك المية ديت يعني اما بقعد كده بتامل فيها شيء عظيم قوي 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 قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز، الارض اللي ما فيهاش نبات ولا طعام ولا شراب، البور. البور. ايوه. فتاكل منه انعامهم وانفسهم. اهو بينبت به الزرع والزيتون والنخيل والرمان، يعني مطرح ما بتكون المايه موجوده بتبقى الحياه موجوده. بتبقى الحياه. حياه طبعا. بتبقى الحياه موجوده. مطرح ما المايه بتبقى موجوده ربنا سبحانه وتعالى بينشر الخير والبر والاحسان بايه؟ واصله ب 3000 جنيه. طيب هتورينا النهارده؟ نشوف مع بعض. نطلع نشوف فيديو لينا ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معنا. اما تنزل في ارض الواقع وتشوف الحدث بعينك غير لما ينقل اليك. دايما احنا بنقول لك اتبرع معانا بوصله ميه تمن الوصله 3000، لكن انت ما تعرفش الواقع شكله ايه. جئنا من نبض الحياه من القاهره الى محافظه قنا، الى مركز ابو تشت، الى نجع الربه. فراينا أن هذا النجع يحتاج إلى مساعدة. أنا ما بتقضينيش 100 جرجر في اليوم. 100 جرجر ما بتقضينيش، غسيل وخبيز وطبيخ وكنس ومسح وصابون، كل من الميات اللي أنا أحولهم. لما ألقى الناس قفلت بسيب الحاجة لتاني يوم عشان الناس تفتح واجيب مي. لكن لو عندي المي انا مش هروح الحال. طلعنا احنا وجدودنا ومن ايامنا ما فيش غير الطرمبه اللي هي ايه بصعوبه، وادي سعادتك يعني المي اللي بتجيبها الطرمبه سعادتك، مي يعني ولا مؤاخذة البهايم ما تشربهاش، وبنعاني يعني سيادتك من المي، وربنا ان شاء الله يكرمكم كده وتساعدونا في تركيب المي باذن الله. عشان فوق الميه لو ما اصلي فرض ربني استحم، ضيف يخش علي، عيال بتي دوني، حد يخش علي يقول اسقينا القى قريب، مره كبيره ما قدرش امسك الدردره دي.
وجعلنا من الماء كل شيء حي. نقطة مياه تساوي حياة. علشان كده عايزين نجيب كوباية مياه نظيفة نوصلها للناس دي يشربوا مياه ترضي ربنا، تحافظ على صحتهم، نخاف عليهم، نقدم سعادة للناس دي، وتبقى دي هي أقرب حاجة وأكتر حاجة إحنا بنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بيها. نجع الربة مستنياكم، 50 وصلة مية هنبدأ بيهم في نجع الربة. مين صاحب أول اتصال وحيقول أنا معاكم، أنا مشارك، أنا مساهم بوصلة أو اتنين أو تلاتة؟ يلا مستنيينكم والناس دي مستنياكم. التقرير ده في نجع الربة في نجع حمادي. مركز أبو تشت محافظة إيه؟ طب اتفضل. أهالي نجع الربة هناك يا أستاذ نهال بيعانوا فعلا. المية تبقى قدامك، وطبعا يعني أنا بشكر سيادة الرئيس وربنا يا رب يسدد خطاه يا رب إنه أفسح المجال لمؤسسات المجتمع المدني إنها تتعاون معاه ويبقى يدا بيد وخطوة بخطوة بفضل الله سبحانه وتعالى. نوصل لهم المية، والمية موجودة وخط المية الرئيس موجود، بس خط المية الرئيس ماشي من قدام بيتي وأنا مش قادر أوصل، أنا نفسي مش قادر أوصل. شوف النعمة ماشية من قدام وأنا مش قادر أوصل ليه؟ لضيق يدي. لأن أنا مثلا راجل أرزقي اللي هو عايش اليوم بيومه، عايش يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكتب حد من أهل الخير أنه يقدر يديني فلوس أو يتبرع معايا ويتصل بنبض الحياة دلوقتي ويقول بإذن الله أنا هكفيه شر الحاجة. يعني أنا عايز حضرتك توصف لي المشهد هناك بقى. أقول لحضرتك يعني المية حضرتك لسه قايل وكنت بتشكر سيادة الرئيس إن يعني الماسورة العمومية تقريبا يعني زي ما بنسميها إحنا في حياتنا. أيوة أيوة العمومية. أه العمومية. اتفضل بقى أوصف لي كده. الماسورة اللي إحنا بنسميها بالبلد الأم. الأم الله يبارك. صح اتفضل. الماسورة الأم دي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. بس ولكن أنا مش ما معيش فلوس أروح شركة المية وأدفع مثلا ما يقرب من 7000 أو 7000 ونص عشان أركب خط مية وأركبه العداد. أنا ما معيش لأن راجل أرزقي، ما معيش هجيب منين؟ أنا مرتب الواحد هناك في اليوم 30 جنيه في اليوم، أجره في اليوم 40 جنيه 50 جنيه نهار بقول لك أنا بقى إيه من الأغنية. ماشي 50 جنيه ماشي. أنا بقى مش قادر أروح لشركة المية وأقدر أوصل وصلة هناك ب 7000 ونص. بس ولكن نبض الحياة كنا عاملة بروتوكول هناك تعاون بينها وبين شركة المية في نجع حمادي بفضل الله في أبو تشت. في أبو تشت فبفضل الله سبحانه وتعالى نزل حق وسط المية من 7000 ونص لتالي. لتالي 3000 جنيه. فبنرجو من أي حد من أهل الإحسان إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالخير والنعمة وإنه يساعد الناس دي. يعني اعتبر أخوك، اعتبر إن, 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 إن الرجل ده من أهلك وامك هناك ويعني واخوك هناك وكل ده. بيشربوا ميه منين دلوقتي؟ هما بيجيبوا برضه بالجراكن او بيروح بقى اللي هو جاره اللي موصل ولا حاجه يخبط عليه املالي زي زمان كده يا استاذ نهال. زي زمان يروح حاطط شفت الترمبه برضه. ايوه يروح حاطط الجركن ويروح فاتح له الكلام ده. بس انفتح له مره شفتح له الثانيه شفتح له الثانيه. طب وبعدين انا هقضيك ولا اقضي ده ولا اقضي ده ولا اقضي ده؟ وكمان في ناس هناك معتمده على الترمبات الحبشيه. الترمبات دي اللي هي بتنزل تحت الارض. أيوة. مسافه 10 متر بالكتير قوي، وبتجمع لهم بقى ايه ميه الصرف الصحي وانا اسف برضو الترانشات وكل ده، وتطلع ميه غريبه لو باتت. هو هناك بيقولوا لك لو باتت في المعون اللي هو زي الحله او الجردل او الكلام ده يوم واحد بتغير ريحته وبتغير شكل الميه وبتغير المعون نفسه. شكل المعون نفسه بيبقى مش كويس خالص. انتوا محتاجين كام وصله؟ احنا مرحله اولى بفضل الله سبحانه وتعالى محتاجين 200 وصله. 200 وصلة. 200 وصلة. طيب تعالوا نطلع نشوف تقريرنا التاني ونرجع لكم مرة تانية. ابقوا معنا. سمعنا عن نجع الربة أبو تشت محافظة إنا. جينا علشان نشوف الناس اللي هنا أخبرهم إيه في وصلات المية ونشوف حياة الناس شكلها عامل إيه. جات نبض الحياة بنفسها ونزلت تشوف الحالات بعينيها، وهي عينيكم اللي انتوا بتشوفوا بيها على أرض الواقع، لأن كتير من الناس اللي هتتبرع أو بتتبرع مش هتقدر تيجي تشوف بعينيها.
احنا بنجيب ميه من الجيران اصلا ما عندناش ميه. تمام يعني كل مثلا يوم والتاني نجيب ميه من الجيران حواليني. ميه ما فيش جوا جمعيات خيريه قبل كده ركبوا ميه عند الناس واحنا ما ركبناش ميه قاعدين عقدة من غير ميه. الطرمبة اللي كانت برا ركبوها لنا الناس دي ميتها زي ما انت عارف ما تشربش. ميتها لانها يعني ما من عشان البيارات والبتاع والهنين ما هي واضحه ما تشربش. فنفسنا ركبوا لنا ميه عشان حتى نشرب لنا بق ميه زين زي الناس. احنا على عانه من شرب الميه. والميه عن جوها من مطرح بمسافه بعيده. كنا مركبين عندنا طرمبه بس الطرمبه باظت. ما فيش حاجه عندنا خالص. والراجل على ضيف الكريم يعني العرس قبهم ربنا يدوب على كد الوقت والعلاج بتاعني. وطبعا في اهل الخير انه يجي يعني يركبونا حنفيه لو بس قدام الباب يعني كده. نبض الحياه شايل معاه هم الغلابه المحرومين اللي زمنهم اتخلى عنهم وعاشوا في الحرمان سنين. جايين عشانهم فاكرين مكانهم ونبعدوا عنا قريبين. احنا عندنا كلنا امل في اهل الخير ان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل القلوب رحيمة بامثال هؤلاء. شارك لان الناس مش لاقية، شارك لان الناس مستنياك، شارك ولو وصلت مية واحدة او بنص وصلة اللي تقدر عليه فان افضل الصدقة سقيا الماء. طلعي مش عارف اتكلم عليه كتير، هي الصورة هتتكلم عنه او بتتكلم عنه. تفضل بقى دكتور مصطفى قول لي، الناس لما بتشوفكوا هناك في نبض الحياة بتقول لكم ايه؟ الناس هناك لما بنروح هناك الناس بتبقى عندها فرحة رهيبة ونفسهم ومن عينهم ان احنا نكمل معاهم. طبعا. والله نفسهم يعني لدرجة ان واحد في مرة واحنا ماشيين كده جه مسك ايدينا وبصلنا كده وقال هتيجوا تاني؟ هتيجوا تاني؟ جبر الخواطر ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. قلت له والله هنيجي ان شاء الله صح. باذن الله، وطول ما المنفقين بخير وطول ما المحسنين موجودين ربنا سبحانه وتعالى هيبعت. وفي الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح ابن ابي الدنيا عن سيدنا عبد الله بن عمر وعن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مشى في حاجه اخيه حتى يثبتها له لحد ما يكملها له يجيبها له ايه بقى يا رب؟ قول يا رسول الله بشرنا بقى عليه افضل الصلاه والسلام الا واظله الله بخمسه وسبعين الف ملك. الله ماشي في ظلهم كده في الدنيا اي حاجه بقى في اي حاجه اللي يقدر عليه اي شيء اللي يقدر عليه صغير كبير يعني نقدر نقول مثلا واحده جارتي خبطت عليا عايزه 500 جنيه على جوزها يرجع من السفر ربنا يكرمني طبعا ماشي لحد ما يثبتها لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يثبتها له إلا أظله الله بكم؟ بخمسة وسبعين ألف ملك. بيعملوا إيه؟ ألف ملك. ما أنت بتتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى. بيعملوا إيه بقى الملائكة دول؟ يدعون له ويصلون عليه. إن كان في الصباح حتى يمسي. طب وإن كان في المساء حتى يصبح. ولا رفع قدما إلا رفعه الله بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. طيب. شوف كرم ربك سبحانه وتعالى. يبقى انا ماشي في ظل ملائكه بيدعوا لي، لو انا اتصلت دلوقتي وقلت ان شاء الله انا مني 1000 جنيه مساعده لاهالي نجع الربه في مركز ابو تشت في محافظه قنا، انا هساعد اختي اللي هناك دي، انا هساعدهم ان المرض اللي عندهم ده يمشي من الطرمبات الحبشيه اللي عندهم، انا هساعدهم ان هم يروحوا شركه الميه ويقف كده بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى عنده عداد ميه، وعداد الميه اللي هو يبقى عنده في فيتو ده برضه ليك، ده عداد حسنات برضه ليك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن والله واسع عليم. ربنا سبحانه وتعالى كرم واسع ما بيوقفش والله. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن في سورة البقرة الصفحة اللي على يمين السطر ال 12 بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ بيقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. طب انت مع مين؟
في الفريقين، انت مع الشيطان ولا مع ربنا الرحمن؟ الشيطان بيوعدنا يا استاذه نهال يجي جنبك كده ويقول لك يا جدع هتنفق ليه؟ ما تشوف بكره، استنى بكره يمكن عيل من عيالك يعيا ولا حاجه، اعمل حساب بكره. واعمل حساب بكره ليه؟ ما حضرتك لسه قبل الفصل دلوقتي بتقول لي الله اعلم ان كنت عايش ولا لا، انا مع ربنا سبحانه وتعالى. ايش عرفك؟ فشيطان كل شويه يقول لك لا، لو فكيت ال 100 جنيه اللي معاك ديت والله هتخلص، هتتفرتك. يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. عارفه الفحشاء دي يا استاذه نال؟ لما بحثنا عنها الفحشاء طلعت البخل. البخل. شوف ربك سبحانه وتعالى سماها ايه في القران؟ سمى البخل والشح فحشاء. طب والله يعدكم مغفره منه وفضلا. كل ما تنفق كل ما ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، كل ما تنفق كل ما ربنا يوسع عليك من عنده سبحانه وتعالى. وكان سيدنا علي بن الحسين بن علي. طب استنى بقى رضي الله عنهم اجمعين، نرجع دي بعد ما نشوف تقريرنا اللي جاي والاخير، وابقوا معنا. جت الاستغاثه لنبض الحياه، جت منين؟ جت من صعيد مصر. جت منين من الصعيد؟ جت من قرية نجع الربة، مركز أبو تشت، محافظة إنا. وتخيل إنسان لا يجد ماء ليشرب ليستعمله في وضوئه في حياته، ناس معدمة مش لاقية. مشكلتي والله قاعدة زي ما شايفين الشمس كديتي وتخبط فيا الشمس والهنا، وما عندي مية، مركبة مية ولا حاجة. الله أشحت مية دي مية من برا من الديرة، عاوزة ربنا يكتب، ربنا تريد يريد زي كدي تتركبوا لي حنفة مية يعني. تبقى قريبة علي برضو شوي بدل ما أطير في الليل والنهار أطير على مية. مش من الجيران، لو خبطنا عليهم بالليل ما بيرضوش يفتحوني، ومبات من غير مياه لكن لغايه الصبح الساعه 8 الساعه 9 كده يعني. بيتضرروا من ملوك؟ اه طبعا بيتضرروا من بيتضرروا من الماليه من عندهم بالليل او بالنهار يعني، ساعات ما بيردوش حتى بالنهار يفتحوا لنا والله. اهم حاجه الميه يا باشا، اهم حاجه. لو ما جبتوليش ولا حاجه وجبتولي الميات جزاكم الله خير، بس اهم حاجه الميات، لان انا الميات بصراحه مضلوعه قوي فيه، وبزل الناس والناس يعني في اللي يخلينا لو في اللي يعارك معاي. الميه طبعا عايز لها شويه فلوس زنين دي الوقت يا مدير، لكن ما فيش. والدنيا الانبوبه ب 75 جنيه، انا عندي 60 من وقت ما طلعت والله، وتوفى ابونا وامنا واحنا على كده والله. زي ما هتعاون المحتاج، ربنا اللي هيعينك، وربنا اللي هيديلك، وربنا اللي هيعطيك. علشان السرور اللي انا باجي ادخله على اي حد بيكون في ميزان حسناتي، في ميزان حسناتك، ينفعك وينفعني لما نقابل رب العباد سبحانه وتعالى. ده الحال في الربة أبو تشت، مركز الربة أبو تشت، ده اللي شفته. حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك سؤال عن، طب نكمل بس سيدنا علي بن الحسين. ماشي كمل. يلا. سيدنا علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه. وسيدنا علي ابنه على اسم جده سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ماشي. ده سيدنا علي ده تربى فين بقى؟ فين؟ في بيت النبوة. حجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في بيت النبوة. سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه جه ابنه سيدنا الحسين رضي الله عنهم اجمعين، وسيدنا الامام علي. علي بن الحسين بن علي. كان لما يجي له سائل يا استاذ نهال يقول له ايه بقى؟ مرحبا بمن يحمل زادي الى الاخره. يا مرحب باللي هيشيل حسناتي كده لحد يوم القيامه، لحد ما اشوفها في 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 كتابي وانا احاسب امام الرحمن سبحانه وتعالى. يا مرحب باللي شايل زادي. الكلام ده كان مشابه جدا لكلام الشيخ كارم لما كان قاعد معانا وقال لك احنا لما نموت مين هيستقبلنا واحنا داخلين القبر؟ ايوه ده مشابه جدا. ده حتى كمان ايه في حديث صحيح ان انت لو ادخلت سرور على مسلم
إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا يأتيك في قبرك عندما تموت فتقول له من أنت؟ فيقول أنا السرور الذي أدخلته على فلان، الذي أدخلته على فلان، أنا السرور اللي أنت أدخلته على فلان، جئت إليك في قبرك حتى أثبتك بالقول الثابت وألقنك حجتك قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام الملائكة، وما بيسألوك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك، وأثبتك وأشهدك مشاهد القيامة وأدخلك عند الله الجنة. طيب السرور الصدقة طريق للمغفرة. طبعا هو كاتب بخط ايده طبعا كده الصدقة طريق للمغفرة. طبعا انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنوبي. تصدق انفق من مالك ولا تخشى، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا بلال رضي الله عنه، يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. المغفرة ايوه انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، تصدق انفق. حبيبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان بيبص للمال كده ويقول لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يعني إيه؟ يوزعه ويبعثره لمين؟ المسلمين المحتاجين. لوجه الله سبحانه وتعالى. شوف عظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والعطاء. طب لو قرأنا القرآن الكريم نلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. سورة كلنا حافظينها وكلنا بنقرأها في الصلاة. مين يا رب ده اللي بيكذب بيوم القيامة ده؟ قال فذلك الذي يدعو اليتيم. ودول يتامى اللي في نجع الربة يتامى، وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب السادة المشاهدين كان يتيم. وقال فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. قال فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ده بيحضش ما بيقولش للناس، لا انت زيع بين الناس وانشر بين الناس. صور الأرقام اللي قدامك دي بالتليفون وقول لزمايلك في الشغل، قول لهم والله في قريه اسمها نجع الربه في مركز ابو تشت في محافظه قنا، اعمل لك رصيد عند ربك سبحانه وتعالى يسبقك. اما لنا يا استاذه نهال، اما لنا في رسول الله اسوه؟ عليها افضل الصلاه. اما لنا في رسول الله اسوه؟ عليها افضل صلى الله عليه وسلم. نورتني شرفتني. الله يعزك يا رب ويكبر خاطرك. كده اكون وصلت لنهايه فقره 30 دي اخيرا. وفي الحقيقه اكون وصلت تقريبا الحلقه كده انتهت يا احمد. كده اكون وصلت لنهايه حلقتي. بأكد على مدام ابتسام والدة أو عمة يوسف تواصل مع الإعداد، هيوصلك بالأستاذ المحامي عشان إن شاء الله نجري في إجراءات يوسف سوا بإذن الله. معرفش الحد الجاي هجيب لكم إيه، لكن الأكيد هجيب حاجة شبهنا وشبهكم، حاجة بتدور حوالينا وإحنا بندور حواليها، حاجة نقدمها ونبقى قد المسؤولية. كانت معكم نهال طيب في أمان الله. نورتني.